هناك العديد من الوضعيات الاجتماعية والظروف خاصة القاسية اللي يعيشوها برشا مواطنين، ثم اللي ما ينجمش يقري صغاره، وثم اللي يقري فيهم وماهوش منجم يكمل يقريهم. هذا كل باش نحاولوا نتحدثوا عليه، خاصة مع إطلاق حملة تبرعات للمواد المدرسية اللي أطلقتها الإذاعة الوطنية التونسية بالشراكة مع الهلال الأحمر. خليني رحب بضيفي الكريمين. مرحبا بك أنيس الحرزي، صحفي من الإذاعة التونسية. صباح النور فاطمة. صباح النور، شكرا لك. عندك برنامجك زادة في الإذاعة، وتو نحكيو أكثر على حملة التبرعات اللي أطلقتوها عن طريق الإذاعة. نرحب زيدا بسي علي القلعي من الهلال الأحمر، مرحبا بكم. زيدا، الهلال الأحمر قاعد يقوم بمجهودات كبيرة، تو بعدي كنشوفوا مجالات التدخل نتاعكم، كيفاش قاعدين تدخلوا لفائدة المواطنين، وشنية الشريحة اللي قاعدين تعنيوا بها في الوقت الحالي. خلينا نبدا معاك أنيس. أنيس، عندك برنامج في الإذاعة، وقتاش يتبث بالضبط؟ خلي السادة المشاهدين يعرفوا ويتابعوا. طبعا هنالك برنامج اجتماعي خدماتي يتبث كل نهار اثنين من مساعتين ما ثلاثة. طبعا يسلط الضوء على الوضعيات الهشة الفاقدة للسند، الوضعيات الضعيفة في كامل تراب الجمهورية. هون البرامج على فكرة الخدماتية، وكما تعرف الدور المرفق العمومي هو عنده أدوار عديدة من بينها الجانب الخدماتي. من خلال هذا البرنامج تعرف أنت أبناء تونس في كامل تراب الجمهورية يتصلوا بنا، والإذاعة الوطنية أطلقت الحملة هذه الوطنية. كيف جاتكم الفكرة؟ يعني هي الفكرة موجودة من قبل عندي لمدة 3 سنين، هذه الموسم الثالث. ديما نعمل الحملات خاصة في العودات المدرسية، وتعرف أنت فاطمة أكثر من ربع سكان تونس تحت عتبة الفقر، ثم أنه تقديرات نتاع العودة المدرسية هذه السنة الأسرة التونسية الكل ما قيمته 472 مليار مليمات. احنا نسمع ساعات شعارات مجانية التعليم، وين مجانية التعليم؟ وقت نلقاو في العائلة خمسة وأربعة وستة، وثم كما قلت عائلات هشة، وثم فاقد للسند يعني أيتام، وثم ذوي الاحتياجات الخصوصية. وتعرف المعهد الوطني للاستهلاك خرج طبعا أرقام بما في ذلك أنه التلميذ الواحد بالنسبة للتعليم الأساسي في حدود قرابة 180 يعني دينار للفرد الواحد، ثم للتعليم الثانوي 280 بصفة عامة في العام مش في شهر. يعني أنت تكلفة الأدوات المدرسية هذه ما تحدثش على المحفظات اللي الرفيعة والكراسة الرفيعة، هذوما عباد يعني يزمن في كل تلميذ يزمن 100 في العودة المدرسية 180 دينار بالنسبة اللي قاري في السنوات الأساسية الابتدائية، يعني برشا برشا فلوس. إذا واحد عنده 4 ولا 5 مكلفة، إذا واحد عنده 150 دينار سامحني أنيس مجاني في تونس، لكن لازم باش تصرف، لازم باش تساهم. والله كي تشوف لا تساهم، ولكن سامحني مش بشكل هذايا، في بالك نسبة الارتفاع نتاع المواد المدرسية 20%، وذاك علاش احنا الإذاعة الوطنية فكرنا أنه فك العائلات الهشة والفقيرة والفاقدة للسند، أنه في وقت باش يمشيو لك النصابة وكل الأدوات المدرسية مجهولة المصدر تكون خطورة على أبنائنا، حبينا أنه نعملوا الحملة هذه، ورفعنا تحدي ل 5000 حقيبة محفظة فيها كل اللوازم، وكانوا عندنا شركائنا اللي بصراحة تبارك الله عليهم، لأنه اليوم إن شاء الله من 3 حتى 5 باش نعملوا حلقة تقييمية فيها طبعا كل الشركاء، وفي جو احتفالي لأنه حققنا. شكون اللي يساهموا معاكم؟ طبعا كما تعرف الهلال الأحمر التونسي، نعم، إلى جانب أيضا الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، وعلى فكرة ساهم مساهمة كبيرة في الثقل نتاعه. نعم. ثم أيضا المركز الوطني البيداغوجي. تبرعات ناس تبرعت من تلقاء نفسها وإلى مو بالحملة التحصيلية اللي عملناها احنا المراكز. بطبيعة لأنه هو التبرعات كيفاش تصير؟ هي نعمل حصص، وخاصة أن إدارة الإذاعة الوطنية هذه السنة ألقت الحمل كله على شخصي، وكانت صيب مسؤولية يعني المسؤولية إن شاء الله احنا كنا قد المسؤولية، لأنه فاطمة كان تعرف أنه العائلات الضعيفة هذه يحس بها كان الشخص اللي عايشهم. وأنا في البرنامج هذه زرت العديد من الجهات، ثم أيضا الأبناء اتصلوا بيك زادة، اتصلوا بينا باعتبار أنه الفئة هذه هو الخبز اليومي بالنسبة لي أنا يوميا تقريبا. خلينا أخو سي علي القلعي، الهلال الأحمر بما أنكم في شراكة في البرنامج هذه وحملة التبرعات هذه، ولمتوا يظهر لي 5000 حقيبة. لا أكثر، لا مش أكثر. احنا شوف احنا أعطينا تحدي 5000 حقيبة، لكن أنا تقول لك علاش المفاجآت.
انه خلينا وصلنا مفاجاتنا لانه ثم حاجات بشائر كبيره. سي علي اكيد في الهلال الاحمر قاعدين تدخلوا وتتصلوا برشا ناس ويتصلوا بكم برشا ناس، شكون اللي قاعدين توا لاهين بهم ومجالات التدخل نتاعكم تحديدا شنو؟ باهي نبداو بالحمله هذه، تحيه لكم ساعه لاداره التلفزه. قبل الحمله حبيت نعرف مجالات التدخل نتاعكم. مجالات التدخل الهلال الاحمر التونسي عنده عده مجالات تدخل، منها التثقيف الصحي، منها التدريب على الاسعافات الاوليه بالمراحل نتاعها الاربعه والخمس مراحل، منها العطله امنه بالاشتراك مع الحمايه المدنيه بالطبيعة. عندنا يعني الـ يعني هل انه ثم ناس تتصل بكم ظروفها اجتماعيه صعيبه، ما همش ثم كما نشوفوا توا حالات نتاع ناس تخرج من ديارها وما تلقاش وين تسكن، هل انكم تعاونوا في الاطار هذا والا لا؟ بطبيعه الهلال الاحمر التونسي يتدخل قبل يعني كما نقولوا الواقع على قدر الله. نعم. وعندنا تدخلات بعد الواقع، يعني الهلال الاحمر التونسي يكون حاضر في جبهات البرد ومحضر روحه بطبيعه قبل الوقت، خاطر كيما توا تعرفوا داخلين على فصل الشتاء، محضرين رواحنا لجبهات البرد ان شاء الله بالهيئات الجهويه للهلال الاحمر التونسي والهيئات المحليه في كامل التراب الجمهوري. معناتها باش الناس تعاون والا عندكم مساهماتكم الخاصه، كيفاش؟ هذا يصير احنا بالتعاون مع الاذاعه الوطنيه وعاملين شراكه مع الاذاعه الوطنيه. ديما يكون على علاقة بالإعلام، يعني جمع تبرعات يكون على علاقة بالإعلام. عندنا يعني البنك يعني الرقم خاص في البنك التونسي. نعم. اللي هو 508-508 لكل الحملات، حملة العودة المدرسية كما سنا، حملة جبهة البرد، ونتعاون الناس الكل. يعني الهلال الأحمر هو اللي يتكلف بمسؤولية أنه يفرق زي ده ويوزع، يجمع يعني ويوزع. واضح، يجمع ويوزع. نرجع لك أنيس. أنيس عملتوا تحدي 5000 محفظة مجهزة بكل الكماليات اللي فيها، جاكم أكثر؟ احنا طبعا تحدي كبير، او 5000 مش شويه، وذوما ابناء الاذاعه الوطنيه يعني اللي اتصلوا بينا والقائمات اللي جاتنا، ثم ايضا ضافوا لنا ذوي الاحتياجات الخصوصيه. يعني اخر مره جاتنا قائمه فيها 80 شخص من المركز المعاقين عضويا بومرداس المهديه، تكفل بها تبناها الاتحاد التونسي للتضامن بالملابس نتاعهم والادوات المدرسيه والمحافظ، ومحافظ مضخمه مش يعني، وحتى الادوات المدرسيه. خاصه احنا ركزنا على بعض الشركاء باش كانوا معنا اللي هما رجال اعمال، واللي هما عندهم التصنيع نتاع الادوات المدرسيه. يعني احنا هما اللي ساهموا، كانت مساهمه قيمه جدا، واحنا خفنا قلنا ربما زعما قداش لمتوا تحب الرقم. مليار و450 قيمة الحملة المدرسية هذه، معناتها بالأدوات المدرسية. أدوات المدرسية، ونزيد نضيف لك حاجة أخرى اللي هو الملبوس، يعني اللباس والأحذية والأحذية الرياضية، وهذا طبعا شيء يفرحنا. وزعتوهم ولا ما تم على مراحل؟ انطلقت عملية التوزيع منذ أنه انطلقت الحملة، يعني بدأت احنا ما تعرف الحملة بدأت في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر وانتهت في نهاية شهر سبتمبر. نعم. وتعرف أنت العودة المدرسية ساعات الأولياء ينتظروا المعلمين والأساتذة باش يعطيهم قائمة الأدوات المدرسية. احنا فكرنا انه تنطلق في الاسبوع الثاني حتى انه الناس كل تشري الادوات المدرسيه، ومن بعد نشوفوا شكون اللي هو ظروفه صعيبه، وهذاك اللي صار. يعني فتنا على فكره 5000. نعم. سي علي، شكون اللي انتفعوا؟ هذول انتم اللي تكفلتوا بالتوزيع. الناس المنتفعين بالحمله هذه هما يعني محدودي الدخل، العائلات محدوده الدخل بطبيعه. كيفاش تقيموهم؟ كيفاش تجيكم قائمه في اسمائهم والا يعني بكم وتحطوهم انتم في القائمه؟ دأبت العاده انه ننصبوا خيمه الهلال الاحمر التونسي والاذاعه الوطنيه في الباساج كما كل عام. سنة نصبنا زوز خيم، خيمه في محطه الحفلات وخيمه قرب محطه المترو الباساج. نتقبلوا فيهم يعني خاصه من جهه تونس الكبرى، الولايات اللي تابعه تونس الكبرى، الناس يعني اللي محدوده الدخل بطبيعه بالدليل اللي هو يلزم يكون عنده شات احتياج او شات اعاقه، والا الكارني الابيض بطاقه علاج بيضاء ما عندوش. هذا كل نقيموا الوضع، خاطر دول الهلال الاحمر التونسي بالاساس هو تقييم الوضع. تمشيوا له للدار وتشوفوه ظروفه؟ بطبيعه نشوفوا شنو الظروف، نشوفوا حتى اصلا من يعني من الحاله الاجتماعيه نتاعو يظهر، وال يعني المنطق نتاعو الكلام نتاعو معاك تحس انه فقير وصادق في كلامه. عملية التوزيع انطلقت يوم 20 سبتمبر، شرفت عليها أنا في تونس الكبرى.
ثم انطلقت بالتعاون مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بامتياز، شريك بامتياز دخل معنا السنة وساهم مساهمة مشرفة جدا نحو يعني الجنوب والشمال الغربي والمناطق الوسط. كيفاش ظروفهم؟ ظروفهم والله شو نقول لك، احنا بحكم يعني الهلال الاحمر التونسي ننتقلوا خاطر انتم الحمله تبرعات ادوات مدرسيه وكذا، نسمعوا ونشوفوا انه المنازل نتاعهم بعيده كيلومترات على المدارس. نحكي لك بحكم يعني التنقل نتاعنا، وانا شخصيا نتنقل في كامل تراب الجمهوريه في الدشور الكل المناطق النائيه، نشوفوا حتى في وسط العام انه تلامذه تهز يعني الادوات المدرسيه نتاعهم في اكياس بلاستيكيه، نشوفوا ناس تتنقل على القدمين يعني كي على 7 كيلومتر 5 كيلومتر. هذا شفناه. قديش من واحد انتفع بالتبرعات هذه؟ التبرعات هذه قرابه السنه بلغنا تقريبا 6500 منتفع. خذاو يعني المحافظ. قديش مازال؟ ما نعرفش، احنا راهو مش كان الهلال الاحمر التونسي والاذاعه الوطنيه، احنا خذينا كيما نقولوا احنا طونش مال العائلات محدوده الدخل، لكن فما جمعيات اخرى، فما وزاره الشؤون الاجتماعيه. عندكم يعني الـ احنا في اطار التوزيع الان يعني اللي باش توزعوها. اي هو شو كيفاش احنا رفعنا تحدي مشروع، هذا مشروع اطلقناه، اطلقته الاذاعه الوطنيه على اساس انه 5000 ينتفعوا بها، يعني مازال الخلق كان الخالق، راهو شيء كبير. راهو مهما تحدثنا يا فاطمه ومهما قلنا على الوضعيات هذيا، واحنا دخلنا طبعا خنقه الجازيه في القصرين، مشيت برشا شويه 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 حتى لو كان كل طرف يقوم بالدور نتاعو، لو كان كل واحد كل شخص يمشي يشوف عائلته ويشوف جيرانه ويشوف البحذاه، لو كان كل هيكل والمجتمع المدني، احنا عندنا ما شاء الله من صحيح. الجمعيات يا خويا خليه يتحركوا، مش فقط انه يحضر. المشاهد التونسي يشوف فيك شنو تقول له؟ والله انا نحب نحيي كل توانسة، على فكره كل توانسة اللي يتابعوا فيا، لانه ما شاء الله عليهم مستمعي الاذاعه الوطنيه التونسيه، لان وقت المستمع امراه كبيره تلم في البلاستيك وتشوفك الخيمات وتعطي دينارين باش تساهم، هي ماشي على اساس باش تقول باش ننتفع، وقت الرات اللي بالنسبه لك العائلات الضعيفه وفقيره حركه نبيله، وقت ترى مسن بدار مسنين بمنوبه يقول انا عندي 20 دينار نحب نساهم بها، وقت تشوف رجل اعمال اللي اليوم تعدى معاكم سمع وقف الكهرباء كلمنا قال باش نساهم، ثم بعض رجال اعمال نشكرهم، ثم مواطنين على فكره اللي يحبوا يعاونوا وما يعرفوش كيفاش يعملوا، احنا فتحنا باب، احنا دورنا تحسيسي خاصة انه التبرعات والمساهمات راهي توصل. لا توصل، لا وهذاك شوف الحاجه الباهيه باش نقول لك عليها، الاذاعه الوطنيه مش فقط تعمل حمله وتمشي على روحها، التليفونات يوميا انا نتصل بالمنسق العام تاع الحمله الحبيب العرقوبي بعلي القلعي بالناس الكل، يعني احنا نقوموا بالحمله ثم نتابعوها، ثم اليوم باش نقيموا الحمله هذه، لانه شوف انت حكيت على المدارس، احنا باذن الله في الحمله الجايه باش نبنيوا بعض المدارس بما فيها بولحناش في تالا اللي هي منطقه بعيده برشا يمشيوا 10 كيلومترات، باش نعملوا برشا حاجات، وان شاء الله التلفزه تدخل معنا لانه احنا شقيقتنا التلفزه، وان شاء الله نعملوا حاجه باهيه للناس الكل، راهو تعرف كل ما تعمل حاجه باهيه للناس تحس بفخر ولا وتحس براحه، لانه هذاك ولدك، لانه احنا نحاربوا في الجهل والظواهر نتاع الارهاب اللي هي بعيد علينا، احنا بالعلم احنا امه العلم يا فاطمه. شكرا لك حاجات. شكرا لك فاطمه، شكرا لك على الحضور نتاع معنا، شكرا لك ايضا سي علي القلعي، ان شاء الله تنجحوا في الماموريه اللي كلفتوا انفسكم بها، وان شاء الله هي اداره الاذاعه كلفتنا. وحبيت نقول انه ان شاء الله العشيه من 3 ل 5 على موجات الاذاعه الوطنيه في برنامج احتفالي مميز، اسمعوه وتابعونا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. شكرا لك. نواصلوا معكم في صباح حكايه تونس، نخليكم على استهلك تونسي. فقرة استهلك تونسي، الفقرة اللي من خلالها نحب نوريو المنتوج التونسي المتميز في تونس، وخاصة اللي ينجح باش يكسب أسواق في الخارج. سعيدة جدا اليوم باستقبال مدام ريم فضيلة واللي تحضر معنا اليوم باش تحكينا على منتوج حلو برشا، منتوج الجرة، لكن الجرة بطريقة أخرى. هذه يظلي باش شوفوا أنا نشوف في زيتون قدامي راه، وباش نخلي لها هي تقدم أكثر المنتوج نتاعها. صباح النور ريم. صباح الفل منى،
عايش يا حبيبه لاباس؟ الحمد لله. عايشك. نفرحوا برشا كي نشوفوا منتوجات حكا تونسيه بايادي تونسيه بافكار تونسيه بديزاين تونسي. انت امراه اعمال كان نجم نقولوا موجوده بين عايشه بين امريكا وتونس. وقاعده تنتج في منتوج جديد انت وزوجك وضحيه ليه كبيره. زوجك هو ديزاينر في يعمل معناتها في الموتورات يعملهم يعملوا تشخيص معناتها تولي بشخصيتك. عمل لك كروكي مزيان برشا للزيتونه الكعبة الزيتون لجره الزيت في فورمه الزيتونه وانت شدي تصحيح باش تقوم بالمغامره لانه كان تحدي وتحدي تبارك الله ناجح سورتو للمارشي لوكال للمارشي انترناسيونال تبارك الله ماشي بالكدا بالكدا مي بور لو مارشي لوكال شدي تصحيح باش يكون في تونس. علاش ليه التونسي يستهلك حاجه تونسيه؟ سي ان برودوي ارتيزانال 100% تونسي 100% تونسي كل شيء من البوشان للخيط للاتيكيت للجره لكل شيء للاكسسوار للباكو للباكاجينغ نتاعنا. الباكاجينغ حلو برشا وهذا الباكاجينغ شوفوه معناتها هاو نشوفوا كيفاش الطريقه التقديم نتاعو وهاي كعبه الزيتون نتاعنا حتى باش نهديو للخارج خاصة فما نحب نهدي حاجة لعبد ماهوش تونسي ولا نمشي نبداو نلوجو يمكن نبدا شوية على الخمسة وعلى الحاجات اللي موجودة برشا للزيت مهم برشا انه يكون كما قلنا حتى لديارنا زادة بيان سور بيان سور هذا حتى الناس الكل تنجم تشريك هو سي ان برودوي ديزاين نتاعو يونيك في العالم بربي فسر لنا على اللي هو الديزاين هذايا راهو عندكم فيه الاسم معناتها سي اون مارك ديبوزي سي اون مارك ديبوزي وما ينجموش خاطر فما شكون حب يسرق اكزاكتومون فما حب شكون يعمل الكوبي نتاعو يا اخي بون دخلنا معاه في ليتيج وكل سي بون معناتها وقفوا كل شيء البرا مش في تونس بون سيتي ان ليباني سينون لو برودوي هذايا سي 100% tunisien, design unique في العالم, un produit, le seul produit artisanal, اللي فيه une année de garantie, حتى produit artisanal اخر, finition extrême, في الابيض وفي الاكحل, وبعد نوري في الابيض. اذا والاحجام عندكم ثلاثة احجام؟ عندنا ثلاثة احجام, 750 مليلتر, 500 مليلتر. هذه الحجم اللي عندي انا قداش؟ 250 مليلتر, هذه صغيرة بالكل. تنجم تكون حتى في الطاولة كما قلنا. فوالا باهية برشا, حتى فكرة للزادة لبعض لي ريستورون المطاعم. فوالا هو بلوس ريستورون وتلا خاطر حتى في الديار ولينا اسم حتى في الديار بيان سور في الديار ولينا نهتموا برشا برشا ولينا نهبطوا في التصاور وعاملين جو على البرودوي نتاعنا وعلى اللي نطيبوه. خدمنا برشا على الفينيسيون زاده كو سا سوا فينيسيون معناتها ما فيها حتى غلطه بوغ اون بوتري معناتها حاجه جديده وشوفوها بارابور للفينيسيون. فوالا فوالا وهاي الاتيكيت كما قلت لكم والبوشون كيف زاد من الخفاف معناتها ما بعدنا المنتوج كله تونسي 100% 100% تونسي 100% تونسي كما قلنا احجام يبداو من 250 مللتر 500 مللتر و 750 مللتر هذه الكبيره وهذه 500 وهذه 250 باهي في الاقبال البرا كيفاش ريتوه؟ البرا تبارك الله معناتها قبيل كبير برشا مي اوسي في تونس زيد اون ايو دو سوكسي كبير برشا في تونس شاركت انا في القريه الحرفيه بالدندان بالبرودوي هذايا صار له اقبال كبير 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 كنت برشا. تصور ولا؟ لا الحقيقه لا الحقيقه كنت نسخايل بون حاجه حلوه سي سيغتان خاطر هو البرودوي ديجا يبيع روحه وحده مزيان تشريه من غير ما تشعر سيغتو لي بري عملناهم عملنا دي بري كومبيتيتيف معناتها ما حتى حد ما ينجم في تونس والبرا حتى بوغ ليكسبور زاد اسوام معناتها ابوردابل على الاخر فهمت هذا هو شاركنا به في القريه الحرفيه نعطيو فكره للساده المشاهدين تقريبا الحجم الصغير ابتداء من قداش؟ هو شوف احنا عملنا لو سيستيم دو لو معناتها ثلاثة بس كبيرة 750 و 500 و 250 مع بعضهم ثلاثة ب 29 دينار و 900 يعطيك الصحة بالحق سوم
وقت نعرف اللي هو منتوج تونسي بيدي تونسيه بديزاين تونسي معناتها حاجه وحاجه سبيسيال وحاجه بتاع بلادنا بتاع الزيت والزيتون نتاعنا الحقيقه تحيه كبيره 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 عايشك. عايشك. ولزوجك زيدا نحييه برشا عايشك. على خاطر الفكره مميزه عايشك اي فوالا هو ديزاين ما فماش كيفه معناتها وحدنا ديما ديما دابوس الزيت سنسنا بها في الكوجينا علاه ما نبدلوش معناتها علاش يكون غالي باش الناس الكل ما تاخذوش معناتها انا كو ساسوا لي بري ابوردابل الناس الكل تستعملوا البرا الداخل اللي يقدر واللي ما يقدرش الناس الكل تشري الجوده مهمه برشا وقت نحكيو على الخارج نعرفوا اللي الجوده باش توصل المنتوج نتاعك كما قلنا منتوج هذا في العالم وحيد اي وباش تفرضوا برا لازم الجوده بيان سور لقيت معناتها كيفاش تعمل باش تواصل على النسق هذاك وتوفر الجوده هذيا حاجه من الحاجات كنا اكزيجي في صناعه الجره هذيا لا فينيسيون ما نخدموا كان لو برومي شوا في العالم الكل مش يقول لك ليه برا ليكسبور برومي شوا في تونس ثوازيام شوا هذا ما عندناش احنا هذا كيما برا كيما في تونس كيما في البلايص الكل حتى في دارك لو برومي شوا دايوغ اللي تطلع فيها امبيرفيكسيون صغيره تتكسر ديريكتومون تتكسر واللي يصنع فيهم زاده يعرف وكل اللي ما عندوش الحق باش يخرج حتى كعبه ولا باش يستعمل حتى كعبه سون نوتر اوتوريزاسيون معناتها فهم مقيد الي انريجستري في اليو اس بي تي او في امريكا ان 2011 ومقيد في ينوربي في تونس عام 2017. قل لي شنو ما يمكن البلايص اللي قاعده توصل فيهم وتسوق فيهم المنتوج نتاعك؟ لي زيتازوني وايطاليا وعندنا بلدان اون نيغوسياسيون توا ان شاء الله اون كور. والكميات تحسها بدات اي عمال تزيد بيان سور عمال اون بروغريسيون. قلت لي حاجه قلت لي ايطاليا ياخذوا في المنتوج هذا يصبوا زيت التونسي زاد. بيان سور هما باش غالبين التلين بالديزاين نتاعهم فوالا يعطيك دابوزه مزيانه ويصب الزيت نتاعنا ويقول هذا برودوي تونسي ايطالياني بلوتو. دونك احنا علاش ما نعملوش احنا الباكاجينغ مزيان سلعتنا نخرجوها الكل الناس اللي تشاهد فينا فماش حد ينجم يبو ريزيستي لها الباكاجينغ المزيان وتحيه كبيره 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 ليك مدام باكاجينغ ياسر مزيان وحاجه نتصرفوا بها هذا هو الهدف من الفقره هذه استهلك تونسي المنتوج التونسي المتميز شكرا للناس اللي تشتغل الحرفيين اللي قاعدين بالنسبه للثمن نعاود نذكر اللي هو لو نتاع ثلاثه كعبات زيتون ماهوش غالي برشا ما نوصلوش 30,000 حاجه مهمه برشا نشجعوا المنتوج التونسي ويعطيك الصحه شكرا لك مدام عايشك وتحيه لزوجك زيدا على الديزاين الحلو كيفاش خرج لنا الكعبة زيتون مزيانه تحيه كبيره لي ان شاء الله هو يكون حاضر معنا مره اخرى باش نحكيو على غرامه في الموتورات غرامه الكبير للموتورات ومهم برشا كما قلنا انه المنتوج التونسي نلقاوه عنده جوده ويغزو الاسواق العالميه شكرا ليك يعطيك الصحه على حضورك معنا عايشك يعطيك الصحه ان شاء الله مره اخرى تكون حاضره معنا في برنامجنا احنا توا باش نمشيو في فقره راس المال مع فاطمه